مايان، انا حابه ابارك لك على التكريم النهارده. قولي لي بقى شعورك ايه وهو اول تكريم كبير ليكي؟ طبعا انا مبسوطه قوي، فخوره بنفسي، وكنت مستنيه اليوم ده يجي والحمد لله انه جه، فبجد مبسوطه وعايزه اشكر اداره المهرجان قوي. قولي لي بتهندلي بقى حياتك ازاي ما بين الجامعه والشغل؟ اكيد حاجه صعبه قوي. طبعا حاجه صعبه قوي، فانا محتاجه كل الناس تدعي لي اني اتخرج قريب. امين يا رب. ان شاء الله. كلميني عن الشغل السنه دي مع يسرى، اكيد كان مختلف. اكيد كان جميل وتعلمت منها حاجات كتير، ودوري كان صعب وكان حلو وكان مهم، وانا كنت مبسوطه قوي وانا معاها ومع كل الكرو والكاست، فالحمد لله انا مبسوطه قوي ان انا كنت معاهم بجد، الحمد لله. مايان قولي لي، كلميني على الدرس النهارده، تحفه. شكرا. تمرازة ستايلست بوسي شهاوي، ميك اب مريم فاروق، وشعر مينا خميس. بنقعد بقى زي ليديز الكبار قدام الساعه، المرايه ساعتين وثلاثه وهكذا. ما هو انا ليدي كبيره اصلا، انا مش صغيره والله. لا بقعد كتير، بحب اخد وقت بصراحه. يعني النهارده اللوك اخد منك قد ايه؟ لا كتير، ما تعديش كتير، مش هقدر اقول لك بجد، هتفضح لو قلت لك. قولي لي رنج كده. يعني 4 ساعات مثلا، 5 ساعات. يعني صحيت من النوم، عملت حاجات كتير فاهمه، فخدت وقت يعني. طب قولي لي اكتر اغنيه معلقه معاكي الفتره دي ايه؟ هي اغنيه من فيلم سندريلا الجديد بتاع كاميلا كابيو اسمه مليون تو وان، دي اغنيه حلوه قوي. تقولي لنا كوبليه صغير. You're gonna know my name. You're gonna know my name. الله، صوتك حلو يا مان. لا مش قوي. مش ناويه تخشي السكه دي؟ لا مش للدرجه دي، لا بلاش. قولي لي بتحضري ايه الفتره دي؟ عندنا فيلم المحكمه هينزل قريب ان شاء الله، فيلم كويس قوي، فيا رب يعجب الناس لما ينزل. يا رب. مع مين؟ مع نجوم كتير قوي، منهم غدا عادل وجميل عوض واحمد داش واستاذ صلاح عبد الله و فتحي عبد الوهاب، ناس كتيره قوي، بس كل 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 يعني كل حد ليه قصه لوحده، فان شاء الله يعجب الناس. طب النهارده في نجوم كتيره قوي بتتكرم، قولي لي مين اكتر نجم انت نفسك تشتغلي معاه لسه ما اشتغلتيش معاه؟ لا ناس كتيره قوي، مش هقدر اقول اسم واحد، بجد ناس كتير قوي قوي قوي. بالتوفيق يا رب وكل اللي جاي لي. شكرا قوي، نورتينا. ثانك يو.